والابن وروح القدس للاخ الواحد امين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك ايضا. اخوة الاخوة لنذكر خطايانا ونندم لك فنكون اهلا الى كامة الاسرى المقدسة. انا اعترف لله القادر على كل شيء واليكم ايها الاخوة باني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والهمه. خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة
أن تصلوا من أجلي إلى ربي إلهنا. رحيمنا لك القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. The Father of every gift, we confess that all we have and are comes down from you. Teach us to recognize the effects of your boundless care and to love you with a sincere heart and with all our strength. In Masihi Rabbina. إلى تيميتاوس: أيها الحبيب، لا يستخفن أحداً بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف، واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن آجئ. لا تهمل الهبة الروحية التي فيك، تلك التي أوتيتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. اصرف همك إلى ذلك وكن له ملازماً ليبدو نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وواظب على ذلك، فإنك إذا فعلت خلصت نفسك وخلصت الذين يستمعون إليك. كلام الرب. الشكر لله. إليك يا رب أرفع نفسي. إليك يا الإنصاف والحق تعمل يداه، تبعث عن الصدق جميع وصاياه، ستظل أبداً سرمداً عمادها الحق والهدى. إليك يا رب أرفع نفسي.
أتى إلى شعبه بالفدا، صبر عهده خالدا، قدوس رهيب اسمه. إليك يا رب أرفع نفسي. رأس الحكمة مخافة الله، شيمة كل من يعمل بها الهدى، تسبيحه يتقي على طول، يتقى على طول المدى. إليك يا رب أرفع نفسي. يقول الرب: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. هللويا 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 هللويا. من بشارة القديس لوقا الإنجيل باشر. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان دعا أحد الفريسيين يسوع إلى الطعام عنده، فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة، وإذا بامرأة كانت خاطئة في المدينة، علمت أنه على المائدة في بيت الفريسي، فجاءت ومعها قارورة طيب، ووقفت من خلف عند رجليه وهي تبكي، وجعلت تبل قدميه بالدموع، وتمسحها بشعر رأسها، وتقبل قدميه وتدهنها بالطيب. فلما رأى الفريسي ذلك دعاه هذا الأمر، قال في نفسه: لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، إنها خاطئة. فقال له يسوع: يا سمعان، عندي ما أقوله لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لمديني مدينان، على أحدهما 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن بإمكانهما أن يوفيا دينهما، فأعفاهما جميعا، فأيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجابه سمعان: أظنه ذاك الذي أعفاه من الأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، وأما هي فبالدموع بللت قدمي وبشعرها مسحتهما. أنت لم تقبل
ما قبلتني قبلة، وأما هي فلم تكف مذ دخلت عن تقبيل قدمي. عندما دهنت رأسي بزيت معطر، أما هي فبالطيب دهنت قدمي. لذلك أقول لك إنما غفرت لها خطاياها الكثيرة لأنها أظهرت حباً كثيراً، وأما الذي يغفر له قليل فإنه يظهر حباً قليلاً. ثم قال لها: غفرت لك خطاياك. فأخذ جلساءه على الطعام يقولون في أنفسهم: ما هذا حتى يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. غبطة البطريرك كبير باتيستا بيتسابالا، أصحاب السيادة الأساقفة الأجلاء، المنسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة الفاتيكان في عمان، الإخوة الكهنة منهم أحيي راعي كنيسة الموارنة والكلدان والسريان الكاثوليك، الإخوة الشمامسة والشضايقة الراهبات المشاركات، شكراً لوجودكم معنا كي نرفع لله تعالى شكرنا لما أنعم به علينا في سنوات خدمتي في الأردن. نريده قداس شكر أكثر منه قداس وداع. ليس وداعاً ولا أريده كذلك، لأن مناطق الأبرشية المختلفة تبقى مترابطة رغم العوائق الجغرافية والسياسية. نحن كنيسة واحدة وسنبقى أسرة واحدة وجسداً واحداً رأسه المسيح، سواء خدمنا في الأردن أو فلسطين أو الجليل. لنعرج قليلاً على كلام الله لنا في هذا اليوم. في الرسالة الأولى يخاطب بولس تلميذه تيموتاوس بكلام قوي وصريح، يقول له، بل يقول لكل واحد منا: أيها الحبيب، كن قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف. نعم إخوتي، نحن الأساقفة والكهنة والشمامسة والشضايقة نبشر مؤمنين بقدوتنا أكثر من كلامنا، وبسيرتنا ومحبتنا وإيماننا وعفتنا أكثر من وعظنا وتعليمنا. لكن ذلك لا يقلل من قيمة الوعظ والتعليم. لذا يواصل القديس بولس موصياً تلميذه: واظب على القراءة والتعليم. ويكرر نفس الكلام في موضع لاحق من الرسالة: انتبه لنفسك ولتعليمك وواظب على ذلك، فإنك إن فعلت خلصت نفسك والذين يستمعون إليك. هنا يضع بولس تلميذه ويضعنا نحن أيضاً أمام مسؤولية كبرى، وهي أن خلاصنا مرتبط بحسن التعليم وحسن القيام بمهمة الوعظ. إخوتي، العمل الإداري والمكتبي مهم لنا ولكنيستنا، ولكنه لا يرتقي إلى مرتبة العمل الرعوي، لا سيما التعليم والوعظ والتقديس من خلال الأسرار السبعة. وكم هو مهم، وذلك استنتاج من كلام بولس، كم هو مهم أن يشرف كاهن الرعية والمساعدون بأنفسهم على التعليم الديني في مدارسنا، لبل أن يعلموا بأنفسهم طلابنا الأعزاء، فهم مستقبل الكنيسة وغدها المشرق
بقدر ما ننشئهم بأنفسنا على أمور وشؤون الإيمان. التعليم والوعظ مرتبطان بمدى محبتنا ليسوع، ونجد في المرأة الشجاعة التي كسرت قارورة الطيب وطيبت رأس يسوع وقدميه نجد مثالاً لنا. ضحت المرأة بأثمن ما تملك، فالطيب الذي في قارورتها غالي الثمن. كسرت القارورة لتعبر عن محبتها الشديدة ليسوع، وقد غفر لها كثيراً لأنها أحبت كثيراً. هذه القارورة هي حافز لنا نحن أيضاً لنكن مستعدين لأن نضحي بأثمن ما لدينا كي يكون يسوع المسيح معروفاً ومخدوماً ومحبوباً. والآن اسمحوا لي أن أنتقل من كلمة الله إلى الشكر. أشكر العناية الربانية التي قادتني ووجهتني من مكان لآخر بين الأردن وفلسطين وفلسطين والأردن، وبين بيت جالة والقدس والقدس وبيت جالة بطريقة مكوكية. فعلاً لله أحكام لا نفهمها في وقتها، ولكن ثقتنا بحكمته تعالى تجعلنا نكتشف أن لديه مخطط محبة يؤول إلى خلاصنا وسعادتنا إذا ما قبلناه راضين. شكراً لغبطة البطريرك لترأسه قداس الشكر بنفسه ولكل تعبه وجهوده المتواصلة للنهوض الروحي والتطوير الإداري في الأبرشية. نصلي له كل يوم حتى ترافقه النعمة الإلهية. أشكر السفارة البابوية في عمان، أشكر المونسيور للي لدعمه المستمر وتعاونه مع النيابة البطريركية، وحضوره اليوم معنا هو إشارة إلى هذه الرابطة القوية. شكراً للمجالس الأبرشية المختلفة التي ترسم الرؤية الرعوية والإدارية، لمجلس الأساقفة والنواب البطريركيين وللمجلس الاستشاري ولمجلس الكهنة السابق والحالي. شكراً لكهنة الرعاية والمساعدين لما تقومون به في الرعاية المختلفة. أعطيتم مهمة جميلة، أنتم تواصلون عمل المسيح الخلاصي. شكراً لما تقدمونه لشعب الله، وخصوصاً للمهمشين منهم، للمرضى والفقراء والسجناء، وشكراً لما تقومون به تجاه العائلات. أشكركم لحسن استقبالكم لي في مختلف المناسبات. كان فرحي كبيراً في زيارة الرعاية بمناسبة منح الأسرار والالتقاء بكم وبشعب الله الطيب. شكراً لكرم ضيافتكم ومحبتكم، وأطلب من الله أن تقوى الوحدة دائماً داخل الجسم الكهنوتي لمجد الله وخير الكنيسة. شكراً للشمامسة الأعزاء معاوني الأساقفة والكهنة. شمامستنا رجال مكافحون مثل كل الناس لأجل بناء أسرهم، وبنفس الوقت هم يضحون بوقتهم الثمين ويتطوعون مجاناً لخدمة الهيكل، ويعطون المثال الصالح في حياتهم العائلية والمهنية والرعوية. شكراً لما تقومون به وتقدمونه بصمت ومحبة. الإخوة الشضايقة، أنتم أيضاً متطوعون لخدمة الهيكل بكل ما وهبكم الله من طاقة، تعطون المثال الصالح للرعية بمحبتكم للمسيح والكنيسة وبعملكم المجاني. وجودكم مثل وجود الشمامسة هو غنى للكنيسة وللمؤمنين، ولكم كل التقدير والمحبة. شكراً للكهنة والشمامسة الذين يمارسون العمل الإداري في النيابة البطريركية، الذين يعملون في المحكمة أو المدارس أو المالية أو الأوقاف أو الإعلام أو في أي موقع آخر. عملكم هو عمل رعوي لأنه يبني الكنيسة ويخدمها، والكثير منكم يقرن بين العمل الإداري والرعية، وهو مسرور بالجمع بين الأمرين لما فيه من تكامل وفرح في الخدمة. إخوتي، سأجد مناسبة أخرى لأشكر
الراهبات والمكرسات والفعاليات المختلفة في الأبرشية مثل الشبيبة والكشاف والجوقات وخدام الهيكل والأخويات وعائلات مريم والأسرة المقدسة ومختلف اللجان العاملة مثل مكتب التعليم المسيحي والكاريتاس وأسرتنا ومكتب الرجاء المسيحي والأمانة العامة للمدارس المسيحية وموظفي المطرنية والمالية والمدارس والمركز الكاثوليكي ونرسات وسيدة السلام، وأرجو ألا أكون قد نسيت أحداً. إخوتي وأخواتي، قبل 5 سنوات تقريباً وقفت في هذه الكنيسة في أول كلمة موجهة لكم، وأذكر أنني قلت ما يلي: نريد أن نبني معاً كنيسة صادقة خادمة متواضعة، كنيسة طاهرة وغافرة، كنيسة تكون أداة سلام ووحدة في المجتمع. لا أدري إلى أي مدى نجحت في تحقيق جزء من هذه الأمنية. أشكر الله على كل حال لأي إنجاز تحقق بتعاونكم، وأستغفره عن نفسي عن أي إخفاق كنت سبباً فيه، كما أطلب الصفح عن أي تقصير تم بحق أي واحد منكم. بارككم الله وحفظكم قدوة وخداما أمناء لكنيسته المقدسة. آمين. سدد خطايا
يدي جوري بد ظلامي يا مفيض النور ربي يسوع. قل الرب ذبيحة من يدي لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسره. For the gifts we have bestowed, O Lord, we offer you the sacrifice of praise, humbly begging that what you have conferred upon us in our unworthiness, we may give back to the glory of your name. Bil Masihi Rabbina. Amen. Rabbu ma'akum. Wa ma'a ruhika aydan. Linarfa kulubana ila al-ula. Inna lada al-Rab. Linashka Rabba ilahana. Alika haqqun wa'ad. Innahu lahaqqun wa'adlun wajibun wa khalasi. An nashkuraka fi kulli zamanin wa fi kulli makan. أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولوداً، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، فبسط يديه على الصليب وبطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباح كذلك من بعد العشاء آخر الكأس والشكر ونا ولا تأمينه خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراع عنه ومعن الكثير لمغفرة الخطايا اسمعوا هذا الذكر. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا
ذلك اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبر الأعظم البابا فرانسيس بطريركنا بيتسابالا وسار الإكليروس. Per ipsum cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. سان اليسيد مقلس واستنادا الى تلاميذ لله من سور فلسطين. بابا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تعطف وامنح سلامي في أيامنا حدودنا برحمتك وفتنا من الخطيئة لنما نكون تراب نحن منتطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لك الملك والقدرة والمجد أبدا دهور أي رب يسوع المسيح يا من قلت لرسولك سلام استودي وكل سلام يمنحكم لا تنتو إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازى وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي الملك إلى دهيد دهور ليكم سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا بمحبة تبادل السلام المسيح من حنان يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم
ودا حمل الله ودا حمل ختال اللام تبلغ مدوينة إلى وليمة الرب. جود يا إلهي بما تشاء وانعش فؤادي والحشا من خمرات قدستها بجليل ذي سر به روح الإله مع جسمه الحاوي دماء فيه لنا بدء الحياة وخلصنا منه خبز وخمر لا جرى قصر لي لحما ودم فيق النفوس من العذاب ويزيل ذي سر عجيب قاسم يسبي عقول الحكماء الخمر قد أضحى الدماء حيا زكيا سر
نصلي. O God, who have given to us the spiritual food, the saving sacraments of your Son, which we have offered you in thanksgiving, grant that being strengthened by gifts of courage and joy, we may serve you more devoutly and be worthy of still further blessing. Bilmasih Rabbina. Amen. I want to say a word of thanks, of appreciation to Sayyidina William, who's been asked once again to move. I don't think it's easy for him from a human point of view, but I appreciate his obedience and his willingness to serve the Church of Jerusalem wherever the need is asking. As you know, we in the past years we had not easy moments. And this critical moment, now we, thank God, we are out of it, it's finished, it's over, halas. Thanks God, and thanks to the Providence. But in that difficult moment, it was necessary to take also some decisions, and Bishop Sayyidina William was ready to put himself at the service of the Church where I was really needed at that time. Now the situation, as I said, is serene. We thank the Lord and the Providence, but we have also to thank those who helped us to arrive where we are now. So, and first of all, Sayyidina William. I remember there are moments in which the morning and when I opened the mailbox, every day we had 2, 3, 4 emails from the Mutronier of a man, Prof. Sayyidina, asking, requesting, demanding, informing. And this says a lot about the commitment of Sayyidina William about all the different issues, from the big issues of administration to some also pastoral issues. And it was it's not given for granted that this commitment about all the different situations of the life of the Latin Patriarchate here in Jordan. As we know, Jordan is the biggest part, one of the is important part, as I say, I don't know. I don't want to. It's an important part of the life of the diocese, and the issues are many, and some in some moments also very critical. So you need to be always there, and so. And this says a lot about the commitments. And I saw also in these 4 years how he entered in the life of all the country, not just the Latin Patriarchate, all the other churches, the governments, all the different situations of the countries, of the country, of Jordan. So this to say that was not easy, but we managed. Thank also to you, to many, but also to you, Sayyidina, who are on the forefront of the Latin Patriarchate here in Jordan. And sometimes also not easy situation, so thank you. Now is we have to go further. You come to Jerusalem with a much richer than before, because now you have the experience from within of this part of the diocese is very important, and as a general vicar of the diocese, you can bring a very important contribution, helping us to see from a broader perspective the situation of our diocese. So thank you, Sayyidina. Thank you for your obedience. As I repeat, I know that humanly is not easy at your age, after you entered so deeply in the life of this part of the diocese, to turn again the page and to start again, but it's not to start again. It's a new beginning, but also it's a continuation of service from a different perspective, so thank you. And thank you to all of you for being present here. But I'm sure that all the changes, whatever they are, however they are, bring new life, because we have to start again, we have to think, you enter again into new game for a new perspective, so we are forced to change and to renew and to think.
all the changes are positive in themselves, whatever, however they are. And I'm sure that also these changes will bring new life to the church, the Latin Patriarchate in Jordan, in order to be always as church, light, and reference point for the life of our community. Thank you, Saidna. Thank you to all of you. سيدنا ويليام، احنا اليوم جينا هون وعلى راسنا قبطة البطرك في زبلة، سيدنا صاحب القبطة واصحاب السيادة والاباء والشمامسة وكل الفئات التي ذكرتها في كلمتك بإسهاب لا ضرور لتكرارها. اتينا اليوم حتى نقول لك شكرا، حتى نودعك ولا نودعك، لاننا مكانيا نودعك الى القدس، ولكن معنوياً إحنا كنيسة واحدة وأبرشية واحدة كما تكلمت. وأتينا أيضاً الأهم حتى نرافقك بصلاتنا ودعائنا. سمعت كلمتك وكلمة سيدنا البطرك، لا أريد أن أعلق عليها مفهومة، ولكن أريد أن أذكر أمراً واحداً. إنك فيما قلت أنت صادق، صادق جدا. ما قلته تقوله في مجالسك الخاصة، تقوله بموقفك، تقوله بكلامك وعملك، وهذا اليوم عملي نادر. الأمر الثاني إنك تتكلم ببساطة، وهذا يعكس شخصيتك. بجوز بالنسبة للناس اليوم البساطة أمر غير محبوب، بتحب الناس التعقيدات، ولكن لا ننسى إن الله بسيط وليس مركبا، وكل ما الإنسان كان بسيطا من هو يعيش روحانية معينة ويعيش القرب من الله في حبه للبشر، وهذا تعلمناه منك وهذه مدرسته، ونحن ندرس معك وبإرشادك في هذه المدرسة، مدرسة الصدق والبساطة. الأمر الأخير، ابن عربي يقول إن المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه، إن المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه، وبالنسبة له مؤنث المكان هي المكانة، أنت حولت المكان إلى مكانة إلى قيمة، إن كان في خدمتك في السيمينير كرئيس سيمينير، في الرعاية، في الوكالة، في البطركية، في عمان، والآن من جديد إلى القدس، أنت حولت المكان الذي تعمل فيه إلى مكانة، وهذا أمر رائع. المكان لا يتحرك، الإنسان يتحرك، ولكن المكانة تتحرك مع الإنسان وتشع من الإنسان، وهذه المكانة كانت لك في فلسطين وكانت لك هنا، وهذه المكانة أيضاً في قلبي وفي قلوب كل الحضور وكل الآباء وكل الموجودين، وهذه المكانة هي نعمة من الله، وهذه المكانة نلمسها في الإنجيل المقدس، وكان يسوع يتقدم في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس، وكان ذلك في الناصرة عندما عاد من القدس، فالمسيح كان يتحرك ولكن من مكان إلى مكان، ولكن المهم المكانة كانت تنمو عند الله والناس بنعمة من الرب. شكرا لك، والهدية التي يريد الكهنة أن يقدموها لك هي لها قيمة معنوية ولها كلمة واحدة فقط تساويها وتحملها، هي كلمة من حرفين، هي الحب، والحب لك سيدنا. يشرفني هذا الصباح باسمي وباسم أبناء رعيتي، رعية العذراء الناصرية، إن اللي قدموا بيت لإخوتنا الكهنة
إنه نعزمكم جميعاً للافتتاح اللي بترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا يوم الأحد 19 شهر الساعة 10:30 صباحاً، ويلي الذبيحة الإلهية افتتاح البيت الجديد بيت مار أنطوان البدواني لرعاية الكهنة. الدعوة عامة للجميع، أهلاً وسهلاً بكم. دومينوس فوبيسكوم سيت نومن دوميني بنديكتوم أديوتورم نوستر إن نومينه دوميني بنديكت فوس أومنيبوتنس ديوس Pater et Filius et Spiritus Sanctus. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. Yeah.